انسحاب الجيش المغربي من قرقارات مع شخصيا لا عرفش الخلفية ديالها، ولكن ربما هذا تكتيك من طرف المغرب لوضع البوليزاريو أمام الأمر الواقع، خاصة وأن الأمم المتحدة الآن في شخص غوتيريز أنه يسعى إلى حل هذا المشكل كما جاء في مجموعة من التصاريح ديالو. فلهذا المغرب حسب رأيي الشخصي أنه نية حسنة ومد اليد للأمم المتحدة على أساس أنها تحل المشكل تاع الصحراء، لكن في المقابل الجارة الجزائرية مع الأسف أنها لازالت متعنتة ولازالت تتشبث بالبوليزاريو، وإن كان كنا نحلم بمغرب كبير على كل حال تختفي فيه لا الدولة الجزائرية ولا الدولة المغربية ولا تونس ولا ليبيا، ويبقى الشعوب في هذه المنطقة هي التي تستفيد من هذه الوحدة، لكن مع الأسف الإرادة تاع الحكام تاع المنطقة لا زالت لم تصل إلى ما كان تطمح إليه هذه الشعوب. انسحاب المغرب من القرقارات، أولا ما اللي كنديرو حنا غير قراءات، ما عندناش المعطيات، ولكن أنا أعتبره انسحاب مرحلي تكتيكي. ربما الجبهة البوليساريو تريد أن تستفز المغرب، لأن العودة ديال المغرب للاتحاد الإفريقي، آخر قرار ديال زامبيا سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، هذا دفع الجبهة وما وراء الجبهة اللي هي الجزائر أنها تدير هذه المناورات. أعتقد كذلك من ناحية أخرى ربما الجزائر تريد أن تصرف أزمتها الداخلية خارجيا على حساب المغرب، الدليل بأن مثلا ما تعيشه اليوم الجزائر على مستوى القيادة، من يقود؟ الرئيس لا يقود منذ 3 سنوات. الدليل ربما أعتبر فضيحة أن يعتذر القصر الرئاسي عن استقبال ميركل، لأن الظروف الصحية الرئيس ما كتفرجش. بالتالي هذه الدينامية ديال الدبلوماسية الخارجية المغربية أعطت الثمار ديالها، والمغرب ما مشاش للحرب، والسلمية معروفة في المغرب. وبالتالي لا نعتبره، البعض يتحدث على أن هذا ما يقع المغرب هو انسحاب الموديل، ولكن هو تكتيكي مرحلي ليس موديل، لأن أصلا احنا ما كناش في حرب. وبالتالي ربما أعتبره مرحلة تكتيكي، المغرب يتعامل مع اللحظة كتعامله لحظة الخروج من اتحاد من المنظمة الإفريقية والعودة إلى الاتحاد الإفريقي، وبالتالي هو انتصار للدبلوماسية المغربية. هذه مبادرة من عند سيدنا، حنا ديما تنجريو غير للصلح، والمغرب بلاد الصلح، والمغرب بلاد اللي جا عايش فيه، لا بين هذا بين هذا بين هذا، وبلاد التسامح من جدودنا ومن جدود الاولين، المغاربه الاولين والملوك اللي ماتوا الله يرحمهم واللي بقى. حنا الحمد لله ديما الصلح، والباب ديالنا ديما مفتوح، الدار الكبيره اللي جات ياكل ويشرب ومرحبا به.